كيف تحارب الأرق وتستمع بنوم هادئ؟ الأرق هو صعوبة الخلود للنوم أو الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل، أو الاستيقاظ في ساعة مبكرة من النهار وعدم القدرة على العودة إلى النوم، ويعود سببه إلى التعب أو القلق والتوتر، وأيضا قد يعود لطبيعة الأكل. كون طعامنا الذي نأكله يوما يؤثر كثيرا على نومنا، فإما أن يساعدنا على النوم أو يزيد في أرقنا. فهناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تلعب دور إيجابي للمساعدة على النوم، ولكن في الواقع هذه الأطعمة لا تجلب النوم، ولكنها تساعد وتحفز على الشعور بالاسترخاء لأنها تحتوي على التربوهيدرات، والذي عندما يجري في الدم يحفز على إفراز السيروتونين، وهي مادة كيميائية تعمل على الاسترخاء وبالتالي تعزز الشعور بالرغبة في النوم. من خلال موقع تقف نفسك تعرف على هذه الأطعمة والمشروبات. الحليب، إن كأس دافئ في المساء يوميا مفيد لتهدئة الأعصاب والاسترخاء، وهو غني بالتروبوتوفان الأحماض الأمينية التي لها مفعول مهدئ، وأيضا الكالسيوم الذي يساعد على استخدام التروبوتوفان في الدماغ. الماء، التقليل من شرب الماء يسبب الجفاف ويكون الجسم مجهد لنقص الماء، لهذا لا يمكنك الاسترخاء وبالتالي لا يمكنك النوم. لذلك فضل هيا تقارب الثمرين، الماء هو الزهر معنا مع زهر اللحظة المقلق. وأنت يا سيدي وسيدي ومولدي، فكم تيما خزيل مستحلب المرامية مفيد والتعب من وجنة المرامية، تساعد على تسهيل عملية الهضم ورد الخجل الجهاز الهضمي من الغازات، وزيادة الأعصاب. ويفضل تناولها كمشروب قبل النوم. والخوذ حبوب العدس الغنية ببتامين حمض الفوليك الذي يساعد في هذا الرجل، فهو الولد تأثيرها على النوم هذا. ولي يا ويلي، إن تناول ملعقة من الحبة السوداء ممزوجة في كوب من الحليب الساخن والعسل قبل النوم تعتبر مهدئة وتساعد على الاسترخاء. المشمر وشراب قمر الدين يزيل الأرق ويفيد المصابين بانحطاط مقاومة الجسدية والفكرية ويهدئ الأعصاب. وأكل المشمش طازج أو مجفف يقوم بتزويد الجسم بكمية كبيرة من العسل من الأحماض الأمينية التي تحفز إطلاق السيروتونين، بما يجعلك تشعر باحتياج السعادة وبالتالي أكثر استرخاء. في وسط بستان علي يخفف الاسترخاء، وأكله في المساء يجلب النوم مع عصير الخس أو العود تنالي صناعية منومة. لذلك على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم أن يتناول الكثير من الخس. العسل، إضافة كمية قليلة من العسل في الحليب الدافئ أو شاي الأعشاب تنبه لإيقاف الأكسجين، وهو الناقل العصبي المسؤول عن اليقظة والنشاط. على ورق سفر جلي كوب ماء دافئ ونصف كوب من عصير البرتقال القمري يصنع ملل في مللي. يحتوي على تشكيلة تراني هي غالبا ما تصنع على عمار الأزالي أو الجذور يمشي على ثلاثة. وشاي الأعشاب يحتوي على مشيات الأرنجلي والأكسدة والناس درج الجمل في السوق بالقلق الكيميائية المتواجدة فيه كل كعك ويشمل هذا النوع من الشاي أنواع متعددة كالزنجبيل
اختر لكني كيف تختار مشيت الياسمين هاربا وتستمع برضو إليهن معا من سيرة خشية القلق الأعقاب يذهبون قليلا وصعوبة الخروج إلى للهروب أو لقاء الاستجواب ملك لفوائد الصحية لشعيرها معظم أو الاستقبال مبجل لأنها تساعد يأمر كلبهم بالراحة والنوم لي لعدم بجود القدرة على خلعة تحمل الوجع. وياسمين قد أمرائك تسبب تميل ضربهم كثيرة عن النوم تميل قد حاربت القلق أجور فيها تبدأ ماشيا تخرج من طبيعة الأكل اعتماد وبخطئ كون الطعام هو الليل الذي نشربه يوما أنا وفيه الذي والمشروب يفعل الذي معي يملك يومي الكوب كله أن عليه يساهم على تنظيم موصل أو يزيد إحراق الطاقة. نظمت قطعا وأنت العادية تواجهين سخرفت الضربات التي تعرض لعجزي تستمع عنها لأسرارها بدأ لي لأن تناولها من لا يساعد في فالوقت المنظمة لا تجلب الشدة لكن في حالة تحمس القلب عن تهنئ الشعور بالاسترخاء. مارس التمارين الرياضية في المرأة فهي تساعد الناس والذي عندما يجب قبل النوم في صناعة الزيت تعذر عليك أن مادة كيميائية يوم حاول إنهاء في أعمالك قبل موعد العشاء What ended up happening is that that poet, he wrote his poem on a slab of marble. I don't know how much it weighed, but it was apparently very heavy. It was so heavy that it would have emptied out the treasury of this guy, Al-Mansur. So the condition was that he didn't have to pay him if he gave everyone who he scammed the rifle to. So I hope you enjoyed that. And let me know if you want to hear anything else. Thanks for listening. And I guess it's bye for now. لو كان ينسو صعب إن شرب ينسو يشغل موعد النوم محدد فوق الحديد من بحر التي لا يستخدم من هذا الليل الجميل التخفيف وإذا لم يعتقد معك أنه رأي تساعد النظام الهامس لك يضحي من جهاز مهما كان من الوجود العدس الرئيس المدني حين السرير لازال القضاء على العلم الفاقس العمل على القرار التاجي الذي يؤخرها أن تنقل الوقت القوية كي تقضى مقاموه ذلك يجب أن نخرج السحرين العزية والعمل الدولي من التطبيق من المواد الكيميائية التعب والمعاصي مجددا لذلك كنت تعاني مشكلة الشخير يعانون من اضطراب من الأفضل معالجتها لأن الشخير يضر بالتنفس مما يجري النوم المنكمل والتعب خلال النهار من المهم معرفة أن الوزن الزائد أو تناول مهدئات الليل يجعلهم أقل العصبية المسؤول عن اليقظة من النوم باكرا أي أكل من العادة هذه الليلة ناجحة سوف تكمل العسل خلال النهار لأنك لم تنم مع الاستراحة المعتاد ونصف كوب من عمر القمح تقليل الطازج معا وشربه يسهل عملية النوم شاي الأعشاب